أربعة للبودكاست. في رحلة ممزوجة بالتاريخ والإسلام، شاعرية الروح والمعاني، أقيمت فيها حروب البقاء وهدنة التعايش لمنطقة تهفو لها الأنفس، قريبة للقلب وإن كانت بعيدة، إلى المدينة المنورة حيث الهجرة والراحة. نحط بكم رحالة حلقتنا. أهلا بكم، معاكم عائشة آدم من بودكاست تاريخ على الهامش، إنتاج شبكة أربعة. عند النظر إلى تاريخ المدينة المنورة نجد أن تأسيسها يعود إلى حوالي 1600 عام قبل الهجرة النبوية، حيث كانت تعرف باسم يثرب. أجمعت معظم المصادر العربية على أن يثرب اسم لرجل من أحفاد نوح، وأن هذا الرجل أسس هذه البلدة فسميت باسمه. بالرغم من اختلاف الروايات، فإن النتيجة اللي تنتهي لها معظم المصادر إلى أن تأسيس يثرب كان على يد مجموعة بشرية مهاجرة تبحث عن موطن خصب يوفر لها الأمن والطعام. كما أن أقدم النصوص التاريخية التي أشارت إلى يثرب آنذاك هي النصوص الآشورية العائدة للقرن السادس قبل الميلاد، وبالتحديد نقوش نبون عيد وهو آخر ملوك المملكة البابلية الحديثة واللي أشارت إليها باسم لثريبو. وأيضا ورد ذكرها عند الإغريق، فقد أشار كلاوديوس بطليموس إلى واحة تقع في بلاد الحجاز بشبه الجزيرة العربية تحمل اسم لثريبو. تعاقب السكان على يثرب منذ إنشائها، فقد سكنها العماليق من بعدهم قبائل معين من اليمن ومن ثم اليهود، حتى وصلوا إلى يثرب لأول مرة في القرن الثاني ميلادي خلال الحروب الرومانية اليهودية في فلسطين، اللي كانت من نتيجتها نزوح عدة قبائل إلى الأقاليم المجاورة، وأهمها هجرتهم إلى يثرب. وسبب هذا أنهم هم يعرفون من كتبهم قرب مبعث نبي آخر الزمان، وكان اليهود يطمعون أن يكون منهم وليس من العرب. وأبرز تلك القبائل اللي نزحت إلى يثرب هم بني قينقاع وبني قريظة وبني النضير، استمروا يقطنونها حتى القرن السابع ميلادي. يذكر ابن خرددبة وهو مؤرخ جغرافي فارسي مسلم أن بني قريظة عملوا في خدمة الفرس كجباة للضرائب خلال عهد السيطرة الفارسية على الحجاز. وحسب ما ذكروا في كتابات التراث العربي، فإنه على إثر انهيار سد مأرب نزحت عدة قبائل عربية من مملكة سبأ في اليمن شمالا، ومن هذه القبائل قبيلتين الأوس والخزرج. ولما وصلت القبيلتين إلى يثرب انعجبوا بأرض المدينة الخصبة وينابيعها الكثيرة واستقروا فيها. وبعدها عقد حلف ومعاهدة بينهم وبين اليهود يلتزمون فيها بالسلام والتعايش والدفاع عن يثرب ضد الغزاة، وتحالفوا على ذلك والتزموا به مدة من الزمن، ازداد خلالها عدد الأوس والخزرج ونمت ثروتهم. ذكر ابن إسحاق وهو مؤرخ من العصرين الأموي والعباسي عن نزوح وقع بين آخر ملوك حمير وسكنه يثرب، فيقال أنه عندما كان الملك يعبر يثرب تعرض له بعض السكان وقتلوا ابنه، فهدد بإبادة الناس على بكرة أبيهم وقطع نخيلهم وكاد أن يفعل ذلك. لولا تدخل اثنين من أحبار اليهود وأقنعوه أنه يغير فكرته، لأن هذه المدينة هي مكان يهاجر إليه نبي من قريش في زمان الآتي وسيقيم فيها ويدفن فيها. امتنع الملك عن تدمير يثرب واعتنق اليهودية وصاحب الحبرين معه إلى اليمن، واعتنق حمير اليهودية تبعا لملكها، وهاجر منهم من هاجر إلى يثرب ونزلوا خيبر وسميوا بيهود خيبر. لم يدم الأمان والصلح بالسلام اللي سعى له اليهود، حيث خافوا من اتساع وسلطة ونفوذ الأوس والخزرج، فقاموا بالتفريق بين القبيلتين والإيقاع بينهم ونجحوا بخططهم، واشتعلت الحروب الطاحنة بين الأوس والخزرج قرابة 120 عاما، وقيل 140، بدأت بحرب سمير وانتهت بواقعة الفجار الثانية. مين هو سمير شرارة الحرب؟ كان أول حرب بين الأوس والخزرج
أن رجلا اسمه كعب بن عجلان من بني ثعلبة نزل عند مالك بن عجلان زعيم الخزرج وتحالف معه وأقام عنده. وخرج كعب يوما إلى السوق بني قينقاع فرأى رجلا من غطفان معه فرس وهو يقول فليأخذ هذا الفرس أعز أهل يثرب. تهافت الناس بذكر أسماء من يرونهم أعز أهل يثرب، لكن الرجل الغطفاني قدم الفرس للمالك بن عجلان متعمدا إثارة الفتنة. فقال كعب فخورا ألم أقل لكم أن حليفي مالكا أفضلكم؟ فغضب من ذلك رجلا من الأوس من بني عمرو يقال له سمير وشتمه وافترقه. ثم قصد كعب يوما سوقا في يثرب ورآه سمير يرصده حتى خلى السوق فقتله. وعندما بلغ مالك بن عجلان الخبر أرسل إلى بني عمرو يطلب قاتل حليفه، فأجابوه أنه لا ندري من قتله. ترادت الرسل بينهم وهو يطلب سمير وهم ينكرون قتله كعبا، حتى عرضوا عليه الدية، وكانت دية الحليف فيهم نصف دية النسيب منهم، فأبى مالك إلا أخذ الدية كاملة. ورفض الأوس ذلك فقالوا نعطي دية الحليف وهي النصف. فتصاعد الأمر بينهم حتى حدثت الحرب، فاجتمعوا والتقوا واقتتلوا قتالا شديدا وافترقوا، ودخل فيهم سائر بطون الأنصار. ثم التقوا مرة أخرى واقتتلوا حتى فصل بينهم الليل، وكان الظفر يومها من نصيب الأوس. ولما افترقوا أرسل الأوس إلى مالك يدعون أن يحكم بينهم المنذر بن حرام النجاري الخزرجي جد حسان بن ثابت بن المنذر، فأجابهم إلى ذلك. فأتى المنذر فحكم بينهم المنذر بأن يفدوا كعبا حليف مالك دية الصريح ثم يعودوا إلى سنتهم القديمة. فرضوا بذلك وحملوا الدية وافترقوا، وقد شبت البغضاء في نفوسهم وتمكنت العداوة بينهم. وبكذا بدأت مرحلة الفتنة والبغضاء وقصص لا تنتهي، وما انتهت إلا عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب. عرفت يثرب في هذه المرحلة بعدد من العقائد والديانات قبل الإسلام، منها الوثنية واليهودية والحنيفية. أما في جانبها السياسي رجح المؤرخين إلى أن يثرب كانت في معظم عصورها القديمة مجتمعا مستقلا بنفسه أو شبه مستقل، وفي جانبها الاقتصادي كان اعتمادها الأول على الزراعة بسبب طبيعة الموقع، مما أدى إلى توافد المستوطنين إليها، وبفضلها نشأت حركة تجارية نشطت عدة أسواق منها سوق الجرف وسوق في ووادي بطحان بالعصبة وغرب يثرب أيضا، كما أنه عرفت بعدد من الصناعات منها المعدنية وهي صناعة الفؤوس والرماح والسيوف والقدور والصحون، وصناعة الحلي والصياغة والصناعات الخشبية كالكرسي والمناضد والأبواب والبيوت، وتربية الماشية، حيث لا تختلف الحياة الاجتماعية في يثرب في عصورها الأولى عن الحياة الاجتماعية في أي مجتمع فطري. كانت يثرب مع موعد مهم بعد البيعة الكبرى التي تمت بين رسول الله وبين المسلمين اليثربيين في شعاب الجبال بين مكة المكرمة ومنى في أشهر الحج، حيث كان اليهود جيران الأوس والخزرج يؤذونهم ويقتلونهم ويهددونهم بنبي جديد قد حان زمانه يتبعه اليهود فيقتلون العرب ويأخذون أرضهم وأموالهم. ولا شك أن هذا الخبر كان يغيظ الأوس والخزرج ويشعرهم بالخطر. فلما كان الموسم الذي قبل الهجرة بعامين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل، فبينما هو عند العقبة لقى رهضا من الخزرج فقال لهم من أنتم؟ فقالوا نفر من الخزرج. قال أمن موالي اليهود؟ فقالوا نعم. فقال أفلا تجلسون أكلمكم؟ فقالوا بلى. فجلسوا معه فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. فقال بعضهم لبعض يا قوم تعلمون والله أنه النبي الذي توعدكم به اليهود فلا يسبقنكم إليه. فأجابوه بما دعاهم إليه وصدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام. منذ ذلك التاريخ بدأت رحلة جديدة من عمر يثرب، مرحلة استقبال المهاجرين إليها من مسلمي مكة تمهيدا لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد اتفاقه مع وفد قبيلتي الأوس والخزرج
على حمايته ونصره. هاجر النبي الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى يثرب بصحبة أبي بكر الصديق في أواخر شهر صفر، ووصل ركب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قباء يوم 12 من الربيع الأول بعد أن اشتدت الظهيرة، ومكث الرسول صلى الله عليه وسلم من ظهر الاثنين إلى صباح الجمعة، حيث أسس المسجد الذي ما زال يعرف حتى الآن بمسجد قباء. خرج النبي الله مع وفد من المسلمين إلى يثرب صباح الجمعة، واستقبلته جموع المسلمين من المهاجرين والأنصار بشوق وحب هنا. بعد وصوله صلى الله عليه وسلم إلى يثرب، قام ببناء المسجد النبوي نواة الدولة الإسلامية الجديدة، وآخى بين المهاجرين والأنصار بعد قدومه بخمسة أشهر في دار أنس بن مالك، وكانوا 90 رجلا. ثم نظم النبي صلى الله عليه وسلم العلاقات بين سكان يثرب، وكتب كتابا اسمه صحيفة المدينة أو دستور المدينة، واللي يعد أول دستور مدني مكتوب في تاريخ الدولة الإسلامية، اللي اعتبروه أغلب المؤرخين والمستشرقين مفخرة من مفاخر الحضارة الإسلامية ومعلما من معالم مجدها السياسي والإنساني. وكان الهدف من كتابة دستور المدينة هو تحسين العلاقات كما ذكرنا بين مختلف الطوائف والجماعات في المدينة، وعلى رأسهم المهاجرين والأنصار والفصائل اليهودية وغيرهم، حتى يتمكن الجميع أنه بمقتضى الدستور من التصدي لأي عدوان خارجي على المدينة. احتوت صحيفة المدينة على 52 بند، كلها من رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى، 25 منها خاصة بأمور المسلمين، و27 مرتبطة بالعلاقات بين المسلمين والأديان الثانية. وقد دون هذا الدستور بشكل يسمح لأصحاب الأديان الثانية بالعيش مع المسلمين بحرية، ولهم أن يقيموا شعائرهم حسب رغبتهم. ثم قام بتغيير اسم يثرب إلى المدينة، ونهى الناس عن استخدام اسمها القديم. وأبدى النبي صلى الله عليه وسلم اهتمامه للبناء العقائدي للمجتمع الجديد، فكانت له مجالس يومية مع المسلمين يحدثهم ويقوي إيمانهم، ويستقبل عدد جديد من سكان المدينة الذين لم يسلموا بعد، فيسمعون منه وينطقون الشهادة بين يديه، فيكثر عدد المسلمين ويقل عدد المشركين. طبعا هذا النجاح الإسلامي الكبير ما كان عاجب اليهود، وهم يشوفون أن عدد المسلمين في ازدياد وفرض نفوذهم، فبدأوا بإثارة الفتنة والحساسيات بالمدينة، وخصوصا بني قينقاع. وبحكم سيطرتهم على اقتصاد المدينة والسوق، فقد كان تعاملهم مليء بالغش والاحتكار. ثم اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم سوقا بديلا عن سوق اليهود، وأيضا حرر المياه، فقد كان المسلمون يشترون الماء من صاحب بئر روم اليهودي، فاشتراه عثمان بن عفان رضي الله عنه وجعله صدقة للمسلمين، حتى حادثة بني القينقاع اللي كان سبب إجلائهم من المدينة إلى الشام. فما هي تلك الحادثة؟ حدث أن هناك امرأة مسلمة جلبت قطعة من الحليل صائغ يهودي من بني القينقاع، فأراد أن تكشف وجهها فأبت، فعقد طرف ثوبها في ظهرها، فلما قامت انكشفت عورتها فضحكوا منها وصاحت، فجاء أحد المسلمين على الصائغ فقتله، فقتله اليهود، فاستصرخ أهل المسلم على اليهود. كان هذا أول نقض للعهد مع رسول الله من اليهود، حيث حاصر النبي بني القينقاع 15 يوما حتى خافوا ونزلوا لحكمه، فقام بإجلائهم من المدينة المنورة إلى الشام. ما حصل اليهود بني قينقاع لم يكن رادعا لبقية الفصائل اليهودية بالمدينة، فقد غدر بني قريظة بالنبي بتعاونهم مع قريش ونقضوا العهد بخيانتهم، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 15 يوما، فحكم فيهم سعد بن معاذ بأن يقتل مقاتليهم وتسبى ذريتهم. فقد تم إجلاء بني النضير بعد غدرهم أيضا ومحاولتهم قتل النبي صلى الله عليه وسلم ورفضهم الخروج من المدينة. ثم حاصرهم النبي وأمر بقطع نخيلهم وإتلافها، ولم يخرجوا منها إلا بدمائهم فقط، وغادروا المدينة مهزومين إلى خيبر والشام.
شهدت المدينة آنذاك وتحديداً العام الثاني من الهجرة نشاطاً عسكرياً جديداً مبادراً بإرسال السرايا لقطع تجارة قريش، معلناً تحول المدينة إلى مركز حركة عسكرية تتجه خارج حدودها، وتظهر قوة المجتمع الإسلامي الجديد وتهدد تجارة قريش. في السنة العاشرة من الهجرة توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، وانتهت بوفاته أهم مرحلة في تاريخ المدينة المنورة وأعظمها على الإطلاق، رحلة بناء المجتمع الإسلامي الأول والدولة الإسلامية الأولى. ما زالت المدينة تعيش أزهى عصورها في عهد الخلفاء الراشدين منذ تولي أبو بكر الصديق الذي قضى على المرتدين عن الإسلام في حروب الردة، مرورا بعمر بن الخطاب اللي فتح الشام ومصر، ثم عثمان بن عفان اللي شهد المزيد من الفتوحات ودخول سلاح البحرية إلى الجيش، وصولا إلى علي بن أبي طالب واستشهاده. قامت الفتنة بين المسلمين حتى قامت الخلافة الأموية ونقلت عاصمة المسلمين من المدينة المنورة إلى دمشق. ومنذ نهاية عصر الخلافة الأموية وبداية العهد السعودي مرت المدينة المنورة بعصور مختلفة، وكان أبرز ما حدث خلال تلك العصور قيام الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك بتوسيع المسجد النبوي خلال عهده، كما أصيب مسجد قباء بصاعقة أدت إلى تدميره وأعيد بناؤه. حصار سنة 1916. شهدت المدينة المنورة في بداية القرن العشرين من خلال الحرب العالمية الأولى أطول حصار في تاريخها، فقد كانت حتى ذلك الحين تتبع الدولة العثمانية ويقيم فيها حاكم عثماني وهو فخري باشا. عندما أعلن الشريف حسين بن علي شريف مكة الثورة على الحكم العثماني باسم العرب، سار بقواته وضرب حصارا على المدينة المنورة تمهيدا لطرد العثمانيين منها، ولكن تمكن فخري باشا من صد قوات الشريف حسين سنة 1916 حتى سنة 1919، واضطر إلى الاستقلال في نهاية المطاف في العاشر من يناير في نفس السنة. دخلت قوات الشريف حسين إلى المدينة حيث بويع الأخير ملكا على الحجاز وبلاد العرب. دخلت المدينة المنورة في ظل الدولة السعودية في يوم الجمعة 4 ديسمبر سنة 1925 ميلادي، وذلك عندما سلمها القادة الهاشميون بناء على اتفاق خاص مع الملك عبد العزيز آل سعود. وقد شهدت المدينة المنورة في العصر السعودي الحديث أزهى عصورها من حيث أعمال التوسعة والعمران، وتقدمت في جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. تعتبر اليوم المدينة المنورة مقرا لإمارة منطقة المدينة المنورة اللي تضم أيضا 8 محافظات أخرى، وهي ينبع، العلا، بدر، الحناكية، مهد الذهب، خيبر، العيس، ووادي الفرع. تعاقب على إمارة المدينة المنورة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى عهد الدولة السعودية ما يقارب 500 أمير. تتميز المدينة المنورة بأنها تضم أهم وأبرز معالم الجبال، ومنها 1. جبل أحد، وهو أهم معالم المدينة المنورة، ويقع شمال المسجد النبوي على بعد 4 كيلومتر ممتد كسلسلة جبلية من الشرق إلى الغرب. 2. جبل الراية، وهو أحد جبال المدينة وسمي بهذا الاسم لأنه كان يعرض فيه الجيش الإسلامي ويعطي النبي قائد الجيش الراية. 3. جبل الرماد، وهو جبل صغير يقع بجانب جبل أحد، واشتهر بسبب حادثة عصيان بعض الرماد لأوامر النبي في غزوة أحد. 4. جبال الأغوات، أحد جبال المدينة المنورة، سمي بهذا الاسم لأن الأغوات اشتروه ليحتموا من أهل المدينة أثناء الفتنة التي وقعت بينهم وبين أهل المدينة سنة 1117 للهجرة. 5. جبل قريظة، ويعرف أيضا بجبل البركان، وهو أحد جبال المدينة الواقعة شرقها، سمي بهذا الاسم لوقوع غزوة بني قريظة قربه، كما اشتهرت تربة صعيب من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا، أو بستان الشفاء كما يطلق عليه، وهو موضع في المدينة المنورة، والتي ذكر في إحدى الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل تربته في علاج مرضى الحمى، فاتخذه المسلمون موضعا مباركا يستشفون به من بعده،
وقد رويت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر الاستشفاء بالتراب المدينة، منها ما روته عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان شيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان سببته بالأرض ثم رفعه بسم الله تربة أرضنا بريق بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. تضم المدينة المنورة العديد من المساجد المهمة والأثرية إلى جانب المسجد النبوي الشريف اللي يعتبر ثاني أقدس المساجد بعد مكة المكرمة، وهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال. 1. مسجد القبلتين الذي يعتبر أهم معلم من معالم المدينة المنورة، يقع في الجنوب الغربي من بئر روما وسمي بمسجد القبلتين لأن الصحابة صلوا فيها صلاة واحدة إلى قبلتين، وذلك أن القبلة آنذاك كانت في بيت المقدس، ثم جاءت آية تحويل القبلة إلى المسجد الحرام، فأرسل النبي من يبلغ المسلمين أطراف المدينة، فجاء الصحابي لهم وهم يصلون فأخبرهم الخبر فتحولوا وهم في صلاة. 2. المساجد السبعة، وهي من أهم المعالم التي يزورها القادمون إلى المدينة المنورة، وهي مساجد صغيرة عددها الحقيقي 6 لكنها اشتهرت بهذا الاسم لانضمام مسجد القبلتين لهم، وموقعها عند جزء الخندق اللي حفره المسلمين للدفاع عن المدينة المنورة. ويروى أن كل مسجد كان في موقع مرابطة ومراقبة، فسمي كل مسجد باسم من رابط بهذا المكان، منها مسجد علي بن أبي طالب. 3. مسجد السجدة، ويسمى بمسجد أبي ذر الغفاري من المساجد السبعة، سمي بذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد فيها سجدة مطولة. 4. مسجد الفتح، وهو أكبر المساجد السبعة، سمي بذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خلال غزوة الأحزاب كان مصلى له ولأصحابه. من المواقع المهمة في المدينة واللي ما زالت باقية إلى الآن هي الأوقاف اللي تعود إلى عهد النبي والصحابة، ومنها 1. وقف النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر أول وقف من المستغلات الخيرية. عرف بالإسلام عبارة عن 7 حوائط بساتين كانت ليهودي اسمه مخيرق، كان محبا وودودا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقاتل مع المسلمين في وقعة أحد، وأوصى إن قتلت فأموالي لمحمد يضعها حيث أراه الله تعالى، ومات يوم أحد، وقال عنه النبي مخيرق خير اليهود. كما تضم المدينة المنورة أكثر من 24 مكتبة إسلامية وقف لعلماء مروا بها، منها مكتبة محمد العزيز التونسي اللي تضم 2000 كتاب من زمن الدولة العثمانية، أوقفها عام 1320 هجري في مكتبة المسجد النبوي. وبذلك نصل إلى ختام رحلتنا التاريخية من رحاب المدينة المنورة، وما زالت تحمل في جنباتها الكثير والكثير من الأحداث والقصص التاريخية لربما نعود إليها يوما إن شئتم. شاركونا استفساراتكم وتعليقاتكم بالرابط الموجود في الوصف. معكم عائشة آدم في التقديم، والإعداد العظيم بدور أحمد، والمهندس الصوتي والمخرج ماريا محمد، وتدقيق حلا البكري. نراكم في حلقة قادمة.